السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel Golden Nanotech. اليوم أنا أوريك كيف شغل هذا دي بي لينك، هذا موديل كيف سويت إعدادات مع جهاز راوتر في البيت. هذا مقوي شبكة. أول شيء هذا ركب الكهرباء، خلي والله نور حقه كده اتنين، تمام. واي فاي شغال دحين، افتح واي فاي اتصال الشبكة حقه اسمه هنا وباسورد في تحت، شوف اسمه تي بي لينك اي بي اف دي دي سي، باسورد حقه 5062 4546. بعدين افتح واي فاي اتصال اول شبكة واي فاي، بعدين افتح متصفح انترنت وايش يسجل هذا تي بي لينك اي بي دوت نت، هذا هو. الحين انا اتصال ووري كيف سوي الاعدادات حقه. شاي روح واي فاي، اتصال واي فاي تي بي لينك، خلاص ما اتصال بس ما في انترنت. بعدين روح على اي متصفح انترنت، سجل هنا تي بي لينك اي بي دوت نت، تي بي لينك اي بي دوت نت. بعدين سوي سيرش، يجي زي كده يوزر نيم باسورد، يوزر نيم باسورد ورا جهاز مكتوب ادمين سمول، ادمين سمول. هنا ده حنسجل طيب، حط هنا يوزر نيم ادمين سمول، باسورد ادمين سمول، بعدين لوجين. الحين يجي سيف باسورد، نيكست. سوي نيكست. هنا مكتوب اكسس بوينت في رينج اكستندر، رقم اتنين دوس عليه، شوف الرقم اتنين، بعدين سوي نيكست. ودحين بحث الواي فاي في البيت كله، شوف اي واي فاي حقك، سوي اتصال حطه رقم سري. دحين هو سوي بحث، خلص شوف كل الشبكة في هناك. يجي مثلا ابغى انا هذا خالد 4G، شوف يجي اربع اشارة، انا اسوي اتصال هنا اطلب هو رمز. سوي نيكست، سوي فينيشت، خلاص دحين هو يسوي. شوف دحين هو شبكة، خلاص يجي شوف دحين هذا خالد 4G، ايزي شبكة فل. اول ايزي اتنين دور، اتنين برج، ثلاثة برج، دحين ايزي فل اتصال واشتغل 100%. خلاص كده وصل الانترنت، خلاص كده برج فل اشتغل كويس، تمام.